إيمانا منا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأن الخير في شهر الرحمة والبركة له أجر مضاعف كيف لا، وفيه الحسنة بعشر أمثالها. وكعادتها السنوية مع حلول الشهر العظيم شهر رمضان المبارك، كان للمجموعة الأكسجينية لقاء مع نشاطات الشهر الفضيل، فقامت بإطلاق مشروع رمضان ضخم يضم ثلاث أنشطة أساسية: القفة الرمضانية، إفطار الصائم، وكسوة العيد. وبعد التنسيق بين مختلف الأعضاء وحفز الهمم مع تقسيم المهام بينهم، قسم يتكفل بالقفة الرمضانية وقسم آخر بكسوة العيد، رافقه إطلاق النشاط على شبكات التواصل الاجتماعي للمجموعة. انطلقت معه رائحة رمضان قبل شهر أو أكثر من انطلاقها الرسمي وإعلان ثبوت رؤية هلاله. وضعت السلات لاستقبال التبرعات في محلات صغيرة أو فضاءات تجارية كبرى، تعددت أسماؤها ومحتوياتها، الكل بدأ يشارك حسب طاقته. والفرحة التي تغمرنا كلما امتلأت سلة تعادل فرحة طفل صغير بحلوى تهديها له. جمعت التبرعات العينية والمادية أيضا من المنفقين والاختلاف شرائعهم في الجامعات والمؤسسات، وجمعوا للتبرعات حتى في المنازل، صغار كبار، كل ما جادت به أيديهم. وكل مرة شعارنا لا تحقرن من المعروف شيئا. كان يوم جمعة آخر يوم قبل رمضان، أين وزعت دفعة أولى من القفف، 100 قفة كدفعة أولية، سبقتها عملية شراء زائد ملء للقفف. محتوياتها كانت في المستوى من مواد غذائية زائد دجاج. فتحت الشهية لعمل الخير، وكانت فاتحة خير لنا أيضا. زاد الإصرار والعمل والسعي، تكللت بالوصول إلى ضمان مبلغ الدفعة الثانية في الأسبوع الأول من الشهر الفضيل. ويا فرحته، هذه المرة ملء القفف كان من طرف مجاهدات المجموعة، نفس الشيء للدفعة الرابعة المقدرة بـ100 قفة أيضا. ومع اقتراب عيد الفطر والعشر الأواخر المباركة تضاعف السعي والعمل بتوفيق الله وعزيمة أعضاء أقسى من الحجر. تجهزت 200 قفة، نعم 200 قفة، 100 خاصة برمضان و100 أخرى خاصة بالعيد، من أجل ضمان تحضير جيد. وبعد كان مسك الختام مع 63 قفة أخرى، ليكون العدد الكلي 632 قفة رمضان وعيد استفادت من عائلات من 5 ولايات: تيبازا، البليدة، العاصمة، بومرداس، وعين الدفلة. مشروع كسوة العيد أيضا كعادته كان بقوة، وما كان توفيقنا إلا من عند الله. فرغم البحبوحة المالية والتقشف الذي عانينا منه، إلا أن كرم الله وعطائه كان أقوى. اجتهد الساعون وجنود الخير الأكسجينيين ولسانهم يردد: ما دمنا نسعى للخير فنحن بخير ولن يردنا الله خائبين. وبعد عمليات تفقد المحلات للوصول إلى أفضل ثمن نوعية، كل على مستواه، ووفقوا لشراء 192 كسوة عيد، وهو أضخم عدد نصله منذ تأسيس المجموعة، وفي عز التقشف أيضا، أي بركة هاته. أما بخصوص الإفطار، وإن لم نتمكن من الوصول إلى إعداد إفطار كبير كما كان مقررا، إلا أن فكرة المجموعة تجسدت وإن كان عملا رمزيا. في النهاية نرفع أكف الضراعة لرب العالمين لندعو لكل من ساهم في هذا المشروع الخيري من قريب أو من بعيد، من تطوع وأنفق من ماله ووقته بجهدي أو حتى بدعوة صادقة كانت سببا في توفيق الرب لنا على إنجاح هذا المشروع، سائلين الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا إن شاء الله. دمتم عونا للخير دوما، دمتم للناس رحماء، تمدون يد الإحسان دوماً.